وينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزيري. حسان، إذن ما هي ردود الفعل من قبل الأحزاب ومن قبل القوى السياسية حول إعلان الرئيس عبد المجيد تبون موعد للانتخابات؟ نعم، تباينت المواقف بخصوص دعوة رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي حدد تاريخها في 12 من يونيو أجوان المقبل. في الغالب الأحزاب سواء من التيار الوطني أو الديمقراطي أو التيار الإسلام السياسي أعلنت عن موافقتها الأولية وعن رغبتها في المشاركة في الانتخابات المقبلة. أما التكتل المعارض المتمثل في تكتل قوى البديل الديمقراطي فلم يعبر لحد الآن عن موقفه من هذه الانتخابات، خاصة أنه أكد من قبل أنه لن يشارك في أي انتخابات في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي حسبه. من جهة أخرى، أعلنت بعض الشخصيات المعروفة في الساحة الوطنية عن دخولها التشريعيات المقبلة في قوائم حرة، وقالوا بأن الوضعية الحالية تفرض الدخول إلى مؤسسات الدولة وحتى ممارسة المعارضة في إطار مؤسسات الدولة، وبأنه لم يبقى لحد الآن أي خيار سياسي للحراك الشعبي. في انتظار ما سيعبر عنه الحراك الشعبي اليوم في الجمعة 8 بعد 100، حيث تعالت الدعاوى من أجل تجدد المظاهرات والتعبير عن الموقف السياسي للحراك من المستجدات التي طرأت في الساحة، وكذلك تمسكه بمطالب حراك 22 فبراير. السلطة تحاول استقطاب المعارضة إلى الميدان السياسي، حيث أن الدستور الجديد وكذلك قانون الانتخابات الجديد يكفل للمعارضة في حال حصولها على أغلبية برلمانية باختيار رئيس حكومة وتشكيل حكومة منبثقة عن المعارضة. نعم. حسن، وتطبق برنامجها دون برنامج رئيس الجمهورية. حسن، بموجب هذا القرار متى ستبدأ الاستعدادات والتجهيزات لهذا الاستحقاق؟ نعم، الآن بعد التوقيع على المرسوم سيتم صدوره في الجريدة الرسمية، ثم تبدأ بعدها حملة جمع التوقيعات، حيث أنه على الأحزاب المشاركة وكذلك على الشخصيات الراغبة في الترشح في قوائم حرة أن تجمع توقيعات هيئة الناخبة، ثم يتم إيداعها لدى المصالح المختصة، ثم في حال الموافقة عليه فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستصدر القوائم التي تم الموافقة عليها، لتبدأ بعدها حملة انتخابية قبل قرابة شهر من موعد يوم الانتخاب. هذه الحملة الانتخابية سيحاول من خلالها المشاركون استقطاب الهيئة الناخبة نحو صناديق الاقتراع، وربما سنشهد تكتلات جديدة، خاصة أن حراك 22 فبراير قد غير من الخارطة السياسية في البلاد وأبدى ربما امتعاضه ومعارضته للأحزاب الكلاسيكية، وهذا ما رشح حسب مراقبين لظهور برلمان فسيفسائي ربما هو مزيج من أحزاب جديدة، مزيج من شخصيات ظهرت. نعم، في حسن، الحراك الشعبي ستحاول ربما تحقيق مطالب الحراك عن طريق الغرفة السفلى للبرلمان. حسن، من المنتظر اليوم خروج يعني مظاهرات وتظاهرات ووجود دعوات لهذا التظاهر، هل هذا الفريق الذي يعارض قرار الرئيس عبد المجيد تبون سيخرج وسينضم إلى هذه الدعوات ويطالب بهذه المعارضات لهذا القرار؟ نعم، لحد الآن الفئة المتبقية في الشارع والمتمسكة بالحراك الشعبي ترى بأنه توجد أزمة ثقة، وبأن مطالب حركة 22 فبراير لم تتحقق، وهي لحد الآن رافضة لكل الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة، سواء بحل الغرفة السفلى للبرلمان المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني أو التغيير الحكومي أو اليوم الدعوة الهيئة الناخبة إلى انتخابات
تشريعية وبرلمانية مبكرة، يرون بأن الوضعية الحالية تفرض حوارا جدي، حتى أن المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية ترى بأنها غير مجدية، وبأن تلك الأحزاب سواء معارضة أو موالاة هي تركة من النظام السابق، ويجب أن يكون حوار جدي وإصغاء جدي لفعاليات الحراك الشعبي التي تخرج كل ثلاثاء وجمعة مؤكدة على مطالبها بتغيير جذري يحدث القطيعة مع النظام السابق وكذلك مع ممارسات النظام السابق. شكرا حسان جزائري مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.